الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشهريه بتاعت الدروس؟ أدخ أنا جابت أدخ خلص بقى خلص بقى مزرناهاش أو كده بقى مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانة دي بقى عاملة ايه؟ كويس لا يعني انت عاملة اكل ايه؟ عدس عدس؟ اه والله العظيم عدس؟ تصدقني كانت نفسي رايحة له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده احنا لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجة؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى ما تخلوا الناس بقى اللي هياكل حاجه فيكم قاعدين وصف يا عم انت بتدرسي الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك علي ده في رب تلات ودان قاعد ده انا والشيف ورو بس شكلهم حلو شكلهم حلو ربنا كان وجهك كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمي نفسي في حته عيل يبلع لنا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد يا لمي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب او عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزه واحد ميت ولا ايه؟ لا خالص العيب مش فيك. امال فيا؟ ولا العيب فيك. امال العيب فيك؟ الحقيقه انت سليم وهي سليمه. بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف. وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف. انما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش. لان ايه ما نخلفش؟ امال عن بيض ده راي الطب نو هو مفيش امل الله انك اذا كان الراجل ده اساسا مخلف دبدوب احنا مش عايزين نروح لدكاتره تاني بلا عياد بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرس لهم دول وانت هتكرار الخلفه واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لبني نفسي في عيل عايزه عيل وانا انا عايز تكييف وانا كمان عايز عيله نوجه يا بنت عبيطه احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة لأن فاضلنا 10 ونبقى تقبيضة مع بعض. نحمد ربنا إنه ده في ناس بتقعد بال 30 و40 سنة والله ما بيخلفوا ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش أنا مش عارف ليه. إيه؟ لا تبقى
وقف بقى. مسكت. انت حاطط التنكه من اولها، ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه، البسي. طيب البسي، هات ده حمص الشام. ها كنجت يا لهوي، 5000 جنيه يا لبي، معقوله؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسه؟ لا يا اخويا مالكش دعوه بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسه فتحيه واكلاهم ثانيه صدره، يعني ناس غلاب. انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لبي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي يا راجل؟ والله اقول لك على حاجه. ها اما تعمل في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده لمح بعيني كده، شفت سيادة المستشار ويا الدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله القاضي عيط يا بنت. بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا يا بنت. فهمي واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا يا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لا والنبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطر اختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمة. بس كده؟ يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غلي. انحلوا بإيه؟ السكر غلي. وانحلوا بإيه؟ أمي بنت عروكة السكر غلي. وانحلوا بإيه؟ السكر غلي. وانحلوا بإيه؟ السكر غلي. وانحلوا بإيه؟ السكر غلي. بحبش ايه؟ المرتقان. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخيل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجالي اهي، خش قيس. وادي البروفة خلي الأنسة تخش تقيس جوه. خلي الإيه؟ الأنسة تخش تقيس جوه. على أساس إن أنا واقف قدامك شفاف. في إيه يا أستاذ؟ أنا غلطت فين بروستوم يعني؟ في إيه؟ الله 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 الله. لا انا كلمتك انت عايز تخنق ليه طيب؟ الله طب انا امك انت اللي بتهدر. اقرب 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 اقرب. لم علينا عبيدك يا رب. وفي ايه؟ عارفة؟ الله الله الله. الناس راحت فين يا بوبي؟ مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس مش خطرتيني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت الفلوس ان اهو في قلب جوزك
سبعة يكونوا سنة واخر عمي. لا يصيروا اثنين اهو في جيبي اهو. بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبنكمل شوبينج. انت ناكل نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق. المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. على فكرة الصفرة دي كلها جاية دليفري من دبي. والراجل جايب الفازمة من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. ما بتعديش انت يا لولو. ما بتعديش حاجة. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن يا عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل 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 طفل. ايه ده؟ طفونه يا بابا. طفونه مش طفونه. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. متخلفش ليه؟ راجل وست ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي. يا نهار ابيض الفيلا كده الجنينه كده البحر كده يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال. بصي الجمال شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي اول ما شفته ما استخسروش فيا. ارخص من مصر ب 29000 جنيه تخيلي. بصي الماظ يا لهوي الماظ. مبروك ألف مبروك. حاجة تقبل طبعاً. والآن مع المفاجأة. إيه هننفجر ولا إيه؟ لا إيه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر. يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني لكم اقول ده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم انا كل دم يعني لكم انا كل دم. الله الله برافو يا حبيبي. برافو يا حبيبي ما شاء الله يا محي. ابنك مش محتاج لشيط اطفال. ابنك محتاج يغني على نفقه الدوله. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي. عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة انت بتسلقي بنا ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال بو انا حاولت اعتذر لهم 100 مره مفيش فايده هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوه. مفيش فلوس حلولي. اقول لك ايه؟ نشفه نشفه زي المتشفه. يعني ايه يا لمبي؟ الله ايه يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عادل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله ما بره بره. انت يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت بنيه مفتريه او المصحف. لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. عوذ بالله. هات الخياره هات الخياره بتاعتي.
وليا مقتدرية. حجر عايزة يا نجم، عايزة يا بنت، عايزة انت عايزة تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرك نافوخك. تعال الحين. طب بالراحة، طب اطلع بره. طب بالراحة، طب بره يا بنت بالراحة. اصغر ما تعصبنيش، انا بابو امي والمصحف على هخسرلك نافوخك. اقعد قعدنا اتفضلي ارضى لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان احنا مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تحت باطي ولا غيرش منه؟ ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجوزتي معي؟ لا نطلع النجم، نطلع. انت مش عايزه نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7,500,000 و59 قرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مره طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى. خلاص طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد، وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. يا بنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي. ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكره؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكره يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني. خلاص هم 2500، 2000 هركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. شافوا سنين المصيف السودا وبوزها اللي هيبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده خلاص يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. خميس. 22. ايه ده؟ نجلاء! نجلاء! نجلاء هو السرير ده جاي امتى يا نجلاء؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده مطلع اغنيه ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29. ايوه. نجلاء! لا هو يا حبيبة قلبي السرير ده بقول لك انت مالك يا راجل عمال تسالني من الصبح؟ ما انت اللي مراكبه مع العمال ابن ناس. استنى 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 انت ايه اللي في وشك ده؟ ايه النضاره دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمبي، ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعيه قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟
الفرندة لنحن وصلين والأكل في الزمان ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. عم فوزي عم فوزي عم فوزي عم فوزي صباح الخير عم فوزي. يا ابني يلا لقمة لقمة هنية تكفي 300. نعرف ان انت وحداني في قلب المغاره اللي انت قاعد فيها دي. والله يا ابني بقالي اسبوع ما اكلتش. انت ولما خلاص ما بيروش يسالوا عليك خالص كده ولا تليفونات ولا اي حاجه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالهنا والشفا. يا زبطي انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين اللي قايل ليك؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل مرات هنا؟ يا نهار اسود يا دكتور شواف اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصلت في الحكايه يعني. طب الله يخليك الموضوع ده هيحصل تاني يعني ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى سلام انت. ايه يا نوجع ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ جميل جمال عجب عيال جميل جمال عجب عيال صلاة ودلال منى وجمال ورمز الجلال جميل جمال دكتور ابن حلال والله ابن حلال جميل جمال هنجيب عيال جميل جمال هنجيب عيال طيب واضح انه اشعاعات البرنامج اللي مبسز معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده ومديك كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليله على الفضيات النهارده. اجي يا بوبي. لحظه واحده يا عيون البوبي لحظه واحده. هو الدكتور معاه البرنامج رقم حلوة. الو يا دكتور. الو الو يا اسطى. ايه يا اسطى البرنامج مش عايش تستاهل خالص. لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى ده شغل هترمي لي عظمه. ايوه طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانيه واحده. بس واضح ان هو الشغل ده. مع السلامه انت. مع السلامه انت. يلا اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجيه. اهلا بك يا ست الكل. يا قشطه دلعنا بقى دلعنا. الدخول الى القائمه الرئيسيه. ايوه اضغط الرقم 1. صحيت امك. ليه اضغط رقم واحد؟ اضغط فين انا؟ يلا بقى يا بوبي. يا الله ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا لل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 
أجوز الخيل العربية سوق يا سطى لحد الصبحية على راسي من وعنايا يا بوبي كلك حمية السكر غلط الجمعية ونحلو بإيه اللي لدي وشوية رز وشرعية كود الخيل
اهو فين الباب؟ نرجع. انت فين يا لمبي؟ نرجع. انا عنيت ولا ايه نرجع؟ يا راجل انا مش شايفاك، اعمل ايه؟ روح عند البجورة النهارده النور اللي هو بتاع العماد الرؤوسي. اروح فين يا اخويا؟ انا شايف اهو. انت فين يا لمبي؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي طلع في الدولاب يا راجل؟ انا عارف ازاي الراسته حطيت برنامج طيران. طب انزل. طيب انا مش عارف اطلع لك. طب فسحها فسحها اهو. ايه اللي السهوله دي؟ هتعمل ايه يا راجل؟ اسم الله عليك يا حبيبي. لا 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 انا منيله منيله. ايه؟ عمود الفكر باظ. قوم قوم. ايه؟ قوم. ايه يا انا ده؟ اسمع بقى يا راجل انت. هلا طفي النور ولا مولع النور؟ من الصبح عمال نقفل ولا في نور ولا حاجه بتحصل. ما بالراحه. طب يا نجلاء. طيب بالراحه. مش حلو الخضه دي. مش حلو عليا. ايه؟ اسالي امك حليها بقى. يعني الله يرحمها كانت اكيد وصيتك بده. بحنان ضع يدك على كتفها. ضع يدك على كتفها. ايوه كده. يا عم المجانس. ايه؟ 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 انا عارف ايه؟ ايه؟ بس انا بيت بقى في بنات افكاري بتكلمني. يا دي بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله. يا بيت ده دي شويه بنات افكار. يعني انت هتغير ان شاء الله عيال ولا ايه؟ الشغل بقى جاي. برومانسيه امسك اذنها. اهدي صبري صبري. وده ايه اصله ده؟ يا بيت اهدي بقى. ده الرومانسيه دي. ايه؟ رومانسيه يا بيت. اعملها ايه يعني؟ لحظه صرصور الودن. غمض انت بس عيش اللحظه. ايوه انت تتنفس. انت هتغطسي نازله تغطسي في ميه. قم بحركه عاطفيه لولا بيا. اه طيب عارفها. انا والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن. انا مش عارف ايه ده. And now get close to her. ترانسليشن. ايه؟ البنات بتكلمني. اقترب منها. ايوه بس اقترب منها أكثر. والآن ها ضمها إليك. أيوة ضمها إليك. أكثر. أو فأكثر. أو أكثر. ما هتتكسر كده. هي اللي هتتكسر كده. والآن أيوة جيم أوفر. وإحنا طمك. أنت بتشتمني؟ لا لا بقول لك إيه. اسمع بقى يا راجل أنت. أنا هتبس النهاردة ولا مش هتبس في الليلة دي؟ والله معك حق. دولية بنت كلب معفنة. أنا هوريك بقى ليلة العشوائيات بتاعت العالم الزبالة اللي هم اللي شبه أنا. نمامك لعلمك بقى ولا هتعرف تعمل معايا أي حاجة. عشان إيه؟ لأن أنا مفهم مرات النجلاء إن أنا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك صبع صبع ساعة، هتولع الدنيا وهبلغ الحكومة والأمن الشرطة. خلصت خلاص. نجلاء. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها ايه ده مين دي؟ ايه ده انت مين هان؟ انت ايه ده؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفها ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعال يا بنتي. ببص ايديها اخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا. قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس عويس. يا ابوي نزلنا عشان نتفاهم معاك. ما تعملش زيت تاني. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعملش اعبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه نزلوه. انت شغلت خدامنا هنا ومتزلوه. بس اخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا؟ خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه ده حاج حاج واحدة دي مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسة. ومرتك دي ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. ولو لديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدم. هنجي لك احنا الاثنين بس قبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تاني. ما تخافوش.
هذا السبوع بتاع ولد اخوي فرصه تحضروا.